ويا هلا. السؤال اللي جالي بصراحة مش قادرة أعتر عليه، فهقولك النتيجة على طول. الغرزة دي اسمها الغرزة العدلة، طبعا أنا قلت لكم عليها من قبل. هي طالعة معايا رخوة كده ومرنة زي ما انتوا شايفين كده، النسيج بتاعها رخو بسبب الغرزة العدلة بتحب الإبر الضخمة قوي. يعني عندك إبر رقم 8 7 10 اشتغلي بيها الغرزة العدلة، ولكن سمك الخيط هو برضو اللي هيحكم معاك. يعني ده سمك متوسط، لو تخينة قوي الفتلة بتاعتك فاستخدمي إبرة أكبر من رقم 9 عشان تطلع معاكي النسيج رخو ومرن كده زي ما انت شايفاه. أنا استخدمت هنا إبرة رقم 8 وفعليا النسيج طالع كويس قوي. هو الخيط أصلا كان مستعمل وكان يصلح فيه إبرة رقم مثلا 5، ولكن مع كروشيه تونسي والغرزة دي تحديدا لازم تستخدمي إبرة ضخمة جدا عشان تديكي النسيج المرن اللي انت شايفاه ده. نفس الغرزة أهو في إبرة رقم 6، شايفين قد ايه سميكة ومش مرنة. تمام.